بكم معنا في مراكش في أجواء ديال مراكش. غادي تشوفوا معنا السلام عليكم وحبابنا العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش هانيين؟ مرحبا بكم في قناة كريمة وآمنة داخل المغرب وخارج المغرب. يلا مشاهدينا الكرام، خليكم معنا باش تشوفوا الأجواء مهرجان الفيلم مراكش. كي جاكم مهرجان الفيلم؟ كي جاكم الفيلم اللي تفرجتوا فيه؟ زوين. ايوا حنايا المهم جينا شفناه جينا وعينا حنا جالسين. عيد مين عيد؟ جاك البرد تبارك الله، واحد البرد في مراكش اليوم راه بزاف. هيا الرباط اللي ما شافش الرباط، هيا المشاهدين دخلنا وشفنا الفيلم. أيام حارقة، أيام حارقة. وها هما الفنانين ديالنا في الطابي روج. مشاهدين هادو هما الاجواء ديال مهرجان الفيلم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الميني فلوغ ديالنا وتكونوا استمتعوا وشفتوا الاجواء اللي ما قدروش يجيو لمراكش. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم. فينا كي جاك الجو ديال مراكش؟ زوين يا سلام، مع العظم زوين هاد اللي زوين.
المشاهدين فانتوما تجيو هنايا مراكش مزهد وزوين يا سلام، ورحنا تخرجنا في الفيلم وانت انتوما غادي تتفرجوا معانا. ايوا المشاهدين، وصلنا لنهايه الميني فلوغ ديالنا، نتمنى ان شاء الله يكون يعجبكم وتكونوا شفتوا معنا الاجواء. الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.